السلام عليكم ورحمة الله. ده الدرس الأول بعد ما عرفنا ازاي نقوم بتحميل بلندر مجانا طبعا وازاي نقوم بتسطيبه على الويندوز أو لينكس. هنشوف النهاردة ايه هي أهم الأدوات في الأوبجكت مود، وهنشوف ازاي نتحرك النافيجيشن في المشهد، وايه أهم اختصارات زي الجراب أو الروتيت أو السكيل. أولا، أول ما بفتح بلندر بتكون دي الواجهة الرئيسية، طبعا نسخة 3.2 آخر نسخة، وول بيبر هنا بعض المشاهد الجاهزة، لأن دي أحد الاستخدامات للوظائف زي جنرال وال 2D أنيميشن وسكربتنج. ده كده الملف الجنرال، ده الاستخدام لل 2D أنيميشن. بالملف بيكون جاهز للأنيميشن والتحريك في ال 2D، ده للنحت، ده الفيجوال إفكتس المؤثرات البصرية، وده للمونتاج. لو ضغطنا هنا كده هنلغي السبلاش سكرين، كده نرجعها تاني. مبدئيا في بعض الاعدادات اللي بنقوم بيها قبل ما نفتح البرنامج. اولا ده بيكون السكيل الطبيعي، انا شايف ان الخط اقل من اللازم فانا بخليها الرقم ده 1.1، ولو الشاشه 4K او 2K ممكن نزودها ل 1.3 او 1.2، لكن المناسب ليا 1.1. طبعا هنا في سبلاش سكرين نظهرها ولا لا. اهم شيء لو عندنا كارت شاشه بنفعل كارت شاشه من السيستم، كودا انفيديا بنفعل كارت الشاشه ونفعل السي بي يو عشان الرندر. لو الكارت حديث ار تي اكس وليكن فبنفعل هنا الاوبتكس. هنا بعض الاعدادات زي الاميليت 3 باتل ماوس والنمباد. الاوتو سيف هيسيف الملف كل دقيقه. دي كده اهم الاعدادات. طبعا في سيمز هنا جاهزه زي الديب جراي، ده الواجهه شبيهه بالمايا، برنامج المايا شباب، دي الواجهه الشبيهه برنامج المودو. نسيف الاعدادات. طبعا هنا في الادونز، في العديد من الادونز المجانا، هنعرف زي بعد كده ايه اهم الادونز اللي بنستخدمها زي نود رانجلر وليكن. هرجع تاني للسيم واختار بلندر دارك ثم سيف. طيب اول شيء انا اعرفه النهارده هو النافيجيشن. طيب اي برنامج 3D موجود فيه حاجه اسمها نافيجيشن. ايه هو النافيجيشن؟ اللي هو التحريك او الحركه داخل البرنامج، دي عبارة عن الحركة بداخل البرنامج اللي هو بلندر. في عندنا أهم ثلاث حركات. أول شيء روتيت، موجودين في أي برنامج 3D. روتيت معناه دوران. في بعد كده البان، تحريك المشهد الى اليمين او الى اليسار. في بعد كده السكيل، في بعد كده الزوم معناه الاقتراب من الموديل، اللي هم طبعا اختصارات هنشوف الاختصارات بعدين، لكن ده كده ببساطة اهم التلات اكشنز في بلندر. الكلام ده سر جميع البرامج 3D. لازم نعرف النافيجيشن، الروتيت والبان والزوم عشان نعرف نتحرك في المشهد، لان احنا بنرسم 3D فلازم نعرف ازاي نتحرك في المشهد. ما بنرسمش وليكن 2D زي ما انا برسم دلوقتي، احنا بنرسم في 3D فلازم نعرف ازاي نتحرك في المشهد. خلينا نرجع تاني لبلندر. فعشان نضغط او نتحرك في المشهد بضغط هنا كده بالليفت كليك، كده انا بتحرك. البان بضغط هنا ليفت كليك، كده بتحرك.
الروتيت او الزوم، يبقى اول شيء الروتيت كده البان، يبقى الروتيت اللي هو الدوران او الحركة يمينا ويسارا، الحركة حول الموديل او الكيوب. بعد ذلك في البان، البان ده انا بحرك لاما اليمين او اليسار او الى الاعلى او الى الاسفل، اترك فقط الليفت كليك، واي حاجة بكتبها او بضغط عليها بتظهر هنا في الماوس او في الكيبورد. لو ضغط لكن حرف الزد تظهر هنا، لو ضغط حرف الزد، لو ضغطت من الماوس بيظهر، فبحيث تتابع معايا تشوف انا بكتب ايه. وطبعا انا بحبذ لان الشورت كاتس في بلندر اكتر من اي برنامج تاني بيعتمد غالبا موجود طبعا القوائم، ولكن الشورت كاتس بتوفر جدا في الوقت، هو بيعتمد اساسا وكليا على الشورت كاتس او الاختصارات عامة يعني. فأي اختصار تكتبه معايا في نوت بحيث تتذكر الاختصارات والأوامر أول بأول. بعد كده في الزوم إن والزوم أوت، كان بقترب من الموديل أو من المكعب، كده أنا ببعد من المكعب، كده بقترب من المكعب. ده مش الاختصارات الوحيدة، في طريقة ثانية. الطريقة الثانية إن أنا بضغط على الميدل ماوس كده للروتيت 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 عشان أعمل بان، وحرك الموديل يمين او يسارا او الى اعلى او الى اسفل. بضغط شيفت مع الميدل ماوس كده بتحرك الى اعلى او الاسفل او يمينا ويسارا. طب الكلام ده سليم جدا. عشان الزوم كنترول وي عشان اعمل زوم او اقترب من الموديل او ابعد، فبضغط على كنترول وميدل ماوس او كنترول ميدل ماوس للاعلى او الاسفل، الى اعلى او الى اسفل، هكذا. كده يبقى احنا كده ناقشنا اول نقطة وهي النافيجيشن. طيب في بعد كده عندي المساقط او الفيوز، في من هنا فيو و فيو بوينت، في عدة مساقط بنسمى فيوز او المساقط او الفيو بوينت. مبدئيا فنتخيل ان عندنا ده كده المانكي عندنا، فالجزء ده كده اسمه، بنبص كده ده الفرونت، بنبص كده ده السايد، بنبص من اعلى ده اسمه التوب، ونبص من هنا ده اسمه الفرونت، وده من هنا كده اسمه الرايت. طيب الفرونت اي من الامام، الرايت طبعا اليمين، وهنا الليفت اليسار، من هنا من اعلى، وهنا لو بصينا من تحت كده من اسفل. اذا هما في ست اوجه للمكعب، وده هما اسمهم المساقط 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 الرأسية. الاختصارات بسيطة جدا في النمباد، 1 3 7. واحد ده كده الفرونت للامام، للخلف كنترول واحد، دي الشورت كات الجزء الثاني. 3 الى اليمين، المسقط اليمين الرايت، كنترول 3 الى الليفت المسقط اليسار. 7 توب من اعلى، كنترول 7 من اسفل. اذا 1 3 7، كنترول 1 كنترول 3 كنترول 7 بالترتيب الامام اليمين الى اعلى. طبعا في نمباد نقطة، ده كده زوم سيلكت اللي هي نمباد بوينت او بيريود. 6 و4 تحرك يمين ويسارا حول الموديل. 2 و8 تحرك الى اعلى او الى اسفل. 2 و4 و6 الأرقام الزوجية بتكون بالتحريك والدوران حول الموديل، هكذا. طيب النقطة الثانية أو الجزء الثالث معنا في درس اليوم، دي التول بار اختصارها تي، قائمة الأدوات الرئيسية المستخدمة غالبا في الأوبجكت مود. والإن قائمة الأدونز اللي بنضيفها، في دي سكرين كاست كيز مهمتها إنها تظهر الشورت كاتس اللي بضغط عليها. طبعا دي أدونز بنحملها فري اونلاين. في بعض التولز زي ابعاد
عندي الموديل او الكيوب او ايا كان مختار ايه. دي الابعاد ممكن طبعا بغير كده الابعاد. هنا السكيل طبعا يجي يتكلم دلوقتي بقى عن اللوكيشن وازاي نحرك الموديل. اذا القائمة ان بتظهر بعض البيانات الموديل احنا بنحركه. و50 دي زاوية الرؤية، يعني لو 22 ده لو انا برسم مبنى بتكون الزاوية عريضة بيسموها وايد انجل، لو انا بصمم جزء ميكانيكي دقيق ف90 بحيث يكون قريبين من الاوبجكت. اللي محتاجين نعرفه دلوقتي او الاختصار معانا هو الجراب او التحريك، بنمسك جزء ونحركه. اختصار موف او جراب الاتنين اختصارهم جي، تحريك بنتحرك الموديل ده في ال 3D فيو. فعندي اكسات، عندي في ال 3D اكسات، الاكس الاحمر ده اسمه الاكس اكسس، الواي ده الواي اكسس اللون الاخضر، الزد هو اللون الازرق او الزد اكسس. عشان نحرك في الاكس اكسس بنشد كده الاكس ده يمينا او يسارا وريليز ونسيب الماوس، برضو نسيب الماوس ونحرك كده ونسيب الماوس او في الزد. طيب ده كلام سليم، لكن افترضنا ان انا عايز احركه ده بقيمة دقيقة جدا وليكن 10 سنتي، 5 سنتي، 2 سنتي، 2 ملي، ايا كان القيمة. فهاجي هنا اضغط جي اختصار الجراب او الموف التحريك، حرك في الاكس، بعد كده الخطوة التانية حركه وليكن 4 متر. طيب جي مرة تانية نحرك في الواي، ولو وصلنا تحت هو في بعض الأوامر بيقول لنا الإكس أو الواي أو الزد أيا كان، وشيفت إكس أو شيفت واي أو شيفت زد، الكلام ده نشوفه بعدين. المهم جي في الواي وليكن 1.5 متر. طب تخيل إن إحنا عايزين نحركه في الزد ولكن باتجاه النيجاتيف، اتجاه السالب، فجي في الزد ماينس 0.5. ما كان حركته في الزد 50 سنتي في اتجاه المعاكس، نحركه في الإكس وليكن 5 سنتي. هاجي هنا في اللينس في التاب ديت، طبعا اتعرف على البروبرتيز منيو باستفاضة بعدين، ولكن اللينس هنخليه سنتيمتر، ونحرك جي في الاكس ماينس 5. طبعا عشان الموديل ده 2.5 متر عرض فالكونت 5 قليلة، فجي اكس ماينس 5. ولو بصينا فوق في الجزء العلوي على اليسار مكتوب ان نتحرك في مسافة دي ديستانس ماينس 5، ماينس 5 سنتي في اتجاه الاكس. تاني ولو كنا عايزين نحركه في الواي ماينس 15، 15 سنتي في اتجاه معاكس الواي، جي واي ماينس 15. في الدرس القادم ان شاء الله نكمل باقي الادوات زي الروتيشن الدوران وازاي نعمل سكيل استطالة للأوبجكت هكذا. هنشوف كل الأوامر الخاصة بالسكيل والموف، ونتحدث عن بعض الأوامر في الأوبجكت مود. الأوبجكت مود هياخد مننا ان شاء الله تقريبا 4 دروس او 4 فيديوهات، وبعد ذلك ننتقل إلى الإيديت مود في الفصل القادم.